القانوني والاقتصادي والاجتماعي بمكناس تقوم بإعداد عدد من المحاضرات، سلسلة من المحاضرات التي أطرها أساتذة كلية الحقوق بمكناس فيما يتعلق بمستجدات القضية الوطنية الصحراء المغربية، لا سيما بعد قرار مجلس الأمن الدولي 2602 وشروع قريبا في عمل المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، الاتصال مع أطراف القضية لا سيما الجزائر والمغرب وموريتانيا من أجل تسريع وتيرة إيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول القضية الوطنية الأولى. وما نقوم به الآن هو إعداد الطلبة من أجل اكتساب المعرفة التاريخية والقانونية فيما يتعلق بالنزاع المفتعل من أجل أن يترافعوا في وسائط التواصل الاجتماعي بطريقة أفضل فيما يتعلق بالدفاع عن القضية الوطنية الأولى، لأن نحن على علم بأن ما يعرفه الطلبة هو شيء ضئيل قياسا مع ما يجب أن يعرفوه، وبالتالي فهذا التأطير الذي نقوم به يندرج في خانة تمكين الطلبة من المعلومات المتعلقة بالقانون الدولي وبطاولات المفاوضات وقرارات مجلس الأمن الدولي وتطور القضية الوطنية الآن في إطار الحكم الذاتي لإيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل، وأيضا من أجل إعداد الطلبة من أجل أن يترافعوا إلكترونيا في مواجهات وسائل الإعلام الرسمية الجزائرية التي تغدي إشاعات وحقائق كاذبة وتروج على أساس أنها هي الحقائق التاريخية الصحيحة. فكانوا عدة لقاءات لهمة مواضيع شتى من بينها الحكم الذاتي بالنسبة للصحراء المغربية، كذلك العلاقات الجديدة مع دول إفريقيا والاعترافات الجديدة بقضيتنا الأولى، وكذلك الابتعاد عن الاعترافات بالنسبة للجمهورية الوهمية، كذلك فتح القنصليات بمدينتي العيون والدخلة وأثرها على الاستثمارات الخارجية بهذه المنطقة العزيزة علينا، كذلك المشاريع اللي برمجت من طرف المغرب في هذه المنطقة العزيزة للنهوض بمستوى معيشة هذه السكينة وخلق كذلك فرص الشغل. فكانت مناسبة لتحسيس الطلبة، ونعلم اليوم أن بكليتنا أكثر من 30,000 طالب، وبغيناهم كلهم نعرفهم ونحسهم بقضيتنا الأولى ألا وهي الصحراء المغربية، علما بأن اليوم مجمل الطلبة تولدوا من بعد المسيرة الخضراء، فكان لزاما علينا تحسيس هذه الطلبة ولنؤكد لهم عن مشروعية قضيتنا الأولى ألا وهي الصحراء المغربية. فاليوم بعد الاعتراف الأمريكي أقوى دولة في العالم، نبين للجميع أن قضيتنا الأولى وهي الصحراء المغربية نالت اعترافات عدة دول، واليقين أن في المستقبل القريب إن شاء الله سيكون اعترافات أخرى، وأن يطوى هذا الملف بصفة نهائية كما أكد على ذلك المجلس الدولي اللي أكد في القانون 2602 على مشروعية قضيتنا، وبأن الصحراء ملف سيطوى إن شاء الله قريبا، وأن قضيتنا قد ربحناها، ونتمنى المزيد من الازدهار لهذه المنطقة العزيزة علينا تحت الريادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره.